الوغ انا ما كنتش عارفه عندي مشكل في كنسمع البرنامج ديالكم. ايوا شتي عجبني اللي ربي الوغ دونك سي فري عندي مشكل. المشكل شي شويه ثقيله. علاش؟ اطالما عندي مشكله مع الدابا. ودابا فلوس ثقيله. فلوس صحيحه ودابا الدابا غالي يا رجاء. كندخل في داك خيدي وكنلقى راسي مزيره كنلقى راسي خاصني نخلص بزاف ديال الفلوس وانا شي حاجه اللي كنديرها اون سومان ماكسيموم كنحيدها كطلع لي في راسي كنحيدها خصني ندير حاجه اخرى. انا ما عنديش الحوايج ما عنديش الماعن ما عنديش زعما عادي داكشي عندي عادي ما الذهب عندي فيه مشكل ولا وليت كندخل بصح في دي بروبليم من مشاكل مع راسك ولا مع المحيط ديالك؟ لا لا مع راسي مع راسي كنلقى راسي مزيره كنلقى راسي ما كنخلصش شي حوايج اللي هما اساسيين ضروريين باش نشري الذهب. ايوا دونك لا عندي مشكل فوالا دونك عيطت باش تعاونوني الى شي استشاره زعما ابار نمشي نديرها جو سي با. وهذا الشيء واش درتيه زعما من الصغر ديالك ولا يلاه هذا الشيء مؤخرا عاد ولا فكره رجاء؟ الحب ديالك للذهب دوبوي توجور ولكن مؤخرا بزاف بحال غادي داك الشيء وكيزيد. عرفتي خصني شاك سومين نمشي ناخذ شي حاجه وما كناخذش غير شي حاجه عاديه زعما ما كتعمرليش عيني. يعني خصك تاخذي شي حاجه كبيره. فوالا وليت كندخل في دي بروبليم ديال زعما ديال الفلوس ما كنخلصش. ما نعطيك مثال مؤخرا ما خلصتش المدرسه ديال ولادي باش نمشي ناخذ داك لهالدرجه. كنقول صافي راه دغيا غنعاود نعوضهم والمدرسه غنخلصها زعما سي با غران وليت كنديرونجا مع راسي بزاف كنلوم راسي بزاف. انت مزوجه الاخت انت مزوجه؟ وي وي. وكيفاش دايره العلاقه ديالك مع راجلك؟ الحمد لله بخير وعلى خير اللهم لك الحمد. شنو هما الحوايج اللي كتحسي بانهم ناقصينك في العلاقه ديالك في العائله ديالك؟ يشريو لي الذهب. الحوايج اللي كتحسي بهم لا ولكن علاقتك مع المحيط ديالك مزيان الحمد لله زعما مزيان عائلتي الحمد لله بخير صحباتي بخير راجلك راجلي بخير الحمد لله زعما واسمح لي بغيت غير نسول الفلوس ديال المدرسه ديالو الفلوس ديال المدرسه رجاء واش انت اللي خلصتيهم ولا راجلك اللي عطاك الفلوس باش تخلصيهم؟ لا راجلي هو اللي عطاك الفلوس قلت اجي نمشي ندير ذهيبات والمدرسه تاعك نمشي ناخذ حيت عجباني واحد اللعيبه نمشي ناخذها وصافي ابخي انا غنقد نخلص المدرسه فهمتي. وشنو شنو مثلا الا سولتك الاخت على لي زوبجيكتيف ديالك مثلا ديال 2024 شنو هما الاهداف ديالك في 2024؟ ندير لاتيلي ديالي نكملها دابا جيت اون تران دو بريباري واحد لاتيلي ديالي وفوالا دونك كان 24 ان شاء الله نكون صافي بديت فيها. 24 في 2024 شمن شهر؟ في 2024 كنقول ان شاء الله ان شاء الله قبل العيد الكبير. وامتى امتى غتعتبري راسك بانك حققتي هذا الهدف هذا ان شاء الله؟ منين نقادها منين نكملها فوالا منين نبدا ناخذ دي كوموند غادي نعتبر راسي انني حققت. وهاد لاتولي اللي غديري كيحتاج منك واحد الاستثمار ديال الفلوس؟ شويه وي وي. وجدتي ليه الفلوس ديالو؟ لا. وشنو اللي خلاك ما توجديش الفلوس ديالو؟ الذهب. ايوا دابا خاصها دير اتولي ديال الذهب. يعني شكون اللي مهم بالنسبه لك؟ واش شكون اللي مهم بالنسبه لك؟ واش الامان ذاك الاحساس بالامان اللي كتعطيك ديك لا كونتيتي ديال الذهب اللي عندك اولا الاحساس بالفرحه اللي غتوصلي ليه ملي غتحققي هذا الهدف ديالك؟ شنو اللي اكثر اهميه بالنسبه لك؟ الفرحه حيت بوغ موا هذيك الفرحه اللي كونتينوي دون لو طون مي الذهب راه عندي جوست واحد قلت لك غير نهار يومين ماكسيموم صافي كتمل كنملو كنمشي كاع نبيعو فهمتي نقدر نكون باغي ناخذ شي حاجه ولا شي نمشي نبيعو عادي